السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني، نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاين، قناه اللي غادي نتكلموا على امور على هذه كوب دافريك، وهذه منا والبلبله تاع الصحافه المغربيه ومنا، وتوانا هنا لاعبينها منا منا منا. حنايا شنقولوا المغاربه، نقول لهم بلي هذه المملكة تاعكم هي اللي شريتها بأموال كبيرة، شريت هذا التنظيم. وهذا تبالي أنا تخطيط، مازال الآن ما أمنش تبالي بلي تخطيط، خاطش على ضغوطات خاطش عليه عطات لحمد أحمد، عطاته قصر، زوجاته بوحدة مغربية باش يدير معاه لقجع. لقجع الشادر دار كاع قاص اعضاء في كل مكان تاع لجنة المنازعات تاع التحكيم تاع الرخ، كاع قاصهم، كاع مشاهم في لاكار، كاع مشاهم في الكار، كاع دار. هدر هذاك ابو ريد هذاك المصري شا قال لهم، قال لهم بلي يا ودي المغرب راهي قوه في لاكار، قال لك عندها كاع في كاع المناصب كيما كان دايره مصر بكري، عندها كاع المناصب في لاكار في مكوبريا. وانا كي قلت لكم بلي شراو كوب دافريك، شراوها باش هما ينظموها. المغرب راهي محاصره اقتصاديا وسياسيا، لا بريف كيفاش حصر الجزائر باش نحلوا له الحدود، وحنايا كلمه مضروب ما نحلوش حدود ان شاء الله بربي، حنا ما غاديش نحلوا الحدود ان شاء الله بربي، الدوله معنا وما نحلوش الحدود. لي زافير لي داروا منا ومنا وصوالح، كاين امور يعلمهم الا الرجل السياسي. حنا مواطنين ما علينا الا الولاء، ولا اللي غلق ولا اللي فتح الحدود. باش نقول لكم قالت علاش شناهم كيفاش راه محصلين في الجزائر، قالك الجزائر، الجزائر هي، والجزائر هي اللي منا، والجزائر هي اللي ما خلاتناش، والجزائر داتنا مشاكل، والجزائر منا. الجزائر شخر، نتوما شريتو كوب دافريك، نتوما شريتوها ب 50 مليون دولار، شريتها لكم بغيتو، خاطش على كيف فرنسا طاحت، كي ماكرون راه عنده مشاكل، نتوما سمحتو في الكوب دافريك سياسيا. فرنسا كانت تضرب على ود الملك هذاك باش طلعو ملك، خاطش الاخر هذاك مرتو هربت راهي في لابلجيك، ومي جات هودية ما قتلوهاش، كوما جات هودية كرام قتلوها، خاطش هي ما عطيتش تهدر تقول كيفاش. خاطش كاين في لا هولوند، كاين نقولو كاين من العام يديرو تاع المخنثين، شهر هو قاعد فماك، عرفاتو كي داير، يروح يقصر فماك، يقعد شهر فماك، هو اللي داير ديك الجمعية هاذيك، راني عارف واش راني نهدر، كشفوه الصحافة الهولندية، كشفاتها خاطش الصحافة الهولندية ما على بالها تا بواحد. الصحافة الهولندية القوة تاعهم يتحكموا في الماريكان، ما على بالهم يقولوها لك في وجهك الصحافة الهولندية. وباش نتكلموا ونعاودوا نولوا للتاريخ، الصحافة الهولندية هي اللي بينت القضية الجزائرية، الثورة الجزائرية هي اللي بينتها، هي اللي كانت تصور المجازر تاع فرنسا هنا في الجزائر. واللي تعرفوا تشوفونا كيما تقولوا ما يعرفش التاريخ ولا ما يعرفش، روحوا سقسوا مليح، سقسوا بونجور، سقسوا كيما يقول لك فوندو سي بوستح. وحنا الصحافة الهولندية هي اللي كشفت المجازر تاع فرنسا هنايا في الجزائر في الثورة، هي اللي كشفتهم الصحافة الهولندية من بكري يخدموا. وكيفاش كشفوا الملك وبلي مرتو راهي عايشة في لا بلجيك، وغيمي جات هوديه برك ما بغاوش يقتلوها، غيمي جات هوديه ما بغاوش يقتلوها، خاطش كاين امور كوما جات هوديه كون راهم قتلوها. هنايا ندخلو في المفيد، كاس افريقيا اللي نتكلمو عليها، كاس افريقيا هذه اللي نتكلمو عليها 90% غادي تنظمها المغرب، 90% غادي فرنسا تتريكل وينظمو هما كاس افريقيا. خاطش علاه هما اللي شراوها، هما اللي قلعوها الكاميرون، كلي شغل واحد دالك حاجه
الشعب كامل طايح عليك ودي على الشيطان ردها الودي، جاتهم عيب خاطش على الضغوطات كانت عليهم. كل شغل هذه كوب دافريكي لدتها المروك وفازت بها، الفريق المغربي فاز بها ما عندها حتى بنا. هما راهم باغيين يضربوك يقيسوا عند لاكاف، ولاكاف تعاود تعطيها لهم تقول لهم مالك وحنا ما صناش وين من الطاف اللي كنتم. هما اش تيديروا دائما يعودوا للجزائر. شت انا يعني على راني نهضر فيها، شت صحافي مغربي يتكلم مع بيان سبور محصل في الجزائر، قال الجزائر هي السبب، حنا في السبب قلنا حنا ما عطيناكم دراهم وقلنا لكم ردونا دراهمنا، ما كانت عندنا وديتوها لنا وقلعناها. ما حنا واه في التسعين تونس بغات تحقرنا، كانوا عندنا مشاكل تونس، هذه تونس بغات تحقرنا لولا السيد الحاج محمد راورا هو اللي ضمن التنظيم هنا في الجزائر من عند الفيفا. خاطر ذاك الوقت كان يقري لو دروا سبورتيف وكان يعرف منا وكلش، هو اللي جا هو اللي نظمها هنايا. نعقل عليها ماجر مي قالوا له تعرف الحاج راورا؟ قال لهم لا ما نعرفوش، قال لهم عمري لا ما نهدرش على واحد عمره لا مارس الرياضه، والحاج هو اللي جاب له كوب دافريكا هنا اللي ولا يهدر بها ولا يقول لهم عندي النجمه تاعي لا قلعوها. اكتشوف كيفاش هذه حقائق لازم الناس تهدرها، حقائق ولازم الناس تهدرها. حنا كي نتكلموا على مروك ماشي نكره مروك ولا نكره الشعب تاع مروك، ولا حنايا انا على بالي بلي مملكه يتحكموا فيها المستشار تاعها فيها يهودي وكلش، حنا على ذلك ما نحوسوش عليهم. بصح هما اي حاجه يبغوا يحصلوا في الجزائر. بغيت ننظم كوب دافريكا روح نظمها، راهي ساهله عليك. حنايا لا زاتشيمي قال لك ننظموا معاكم، حنا ما بغيناش قلنا لا، والدوله تسمع للشعب باللي لا ما تنظمش، ما خاصناش، خاص نعرفوكم باللي خداع. مي بغيتو قلتو نديرو كوب دي موند، روحتو قلتو نديروها مع اسبانيا مع البرتغال، ما قلتوش نديروها مع الجزائر وتونس. شو كيفاش على هذيك حنا ما نقبلوش، وعمرنا لا ندو الفضله. العام لي 2015 مي كنتو باغي ديروها وخفتو منا، خفتو من الجزائر واللي تربدها من فماك، تربدها من المروك، ما قبلتوهاش. وقال عيسى حيادو جا هنا الجزائر قالوا نظموها، قالوا له لا ما ندوش الفضله حنايا، حنا مين ندوها ندوها بالملفات تاعنا اللي صطاد راهم يوجدوا ان شاء الله بربي، ندوها بالملفات ندوها بلي بريف، ما ندوش الفضله حنا ما ندوهاش. ارى الناس اللي دايره لي كوبلو لي زافريكا دايرين كوبلو باش ينظموها في غانا، وحنا لهنا العرب حنايا هذا زتشي هذا تاع ما بغاوش يوقفوا مع بعضهم بعض. ديرها في تونس، ديرها في تونس، هيا ديروها في تونس، هي روحوا ديروها في تونس. بصح ما بغيتوش. والتوانسه 2004 فين خسرونا بالعاني وضربوا خوتنا وقتلوا خوتنا باش ما ندخلوش المنزه، قال لك هنا في الصفاقس حبسوا، قاسونا في الصفاقس منطقه اللي فيها اليهود بزاف، فيها الجاليه اليهوديه بزاف، ولاو يقيسوا علينا في المحامي من الفوق، ضربوا خوتنا قتلوا خوتنا. حنايا الله يجعل يديروها في جنوب افريقيا والمتين يقطع. اي انا نقول حنايا نبغوا جنوب افريقيا، نبغوا مونديلا ونوقفوا مع جنوب افريقيا، وحنا نبدا جنوب افريقيا واقفه معنا قلب ورب، ماذا بيا يديروها في جنوب افريقيا والمتين يقطع، المتين يقطع. فما كنشوفوا كيفاش الصح، المتين يقطع في جنوب افريقيا. هذه اللي نديروها حنا ان شاء الله بربي، هذه اللي نتمناها. ما كان لا مروك لا تونس لا مصر لا غانا لا والو، هودتو لتحت وطلعها فما، تجي ثقيله وتجي شابه، تحصلوا فينا حنايا احنا شدرنا لكم. ها انتم حاجه الجزائر حلوا علينا الحدود، جيو تبكوا علينا حلوا الحدود، ما نحلوش الحدود، تالونا كل واحد يلها في روحه. حنا عندنا البترول وانتم عندكم الكيف، هذه هي انتو، احنا عندنا بترول وانتو ما عندكم الكيف، ها ماشي جايه. ها كل واحد انتو كل واحد يلها في روحو، حلوا علينا الحدود، هيتاش الحدود نحلوه، ودايرين لنا مخازن يوقفوا فماك عند الشريط الحدودي كما صاو، حلوا علينا الحدود هما غير مخازن برك، غير مخازنيه، غير مخازنيه يجوا فماك، ماشي الشعب غير مخازنيه.
تاعهم تاع المملكه يرسلوه، مما صابونا ما قيمناهم ما والو. الملك بروحه هدر، انتوما بلعتوا لنا الحدود في 94 وقلتوا لنا ارهاب، وانتوما اللي دخلتوا علينا وليتوا تدخلوا علينا السلاح وتعطوا لنا ودعموا في الغاشي. هضروا هضروا امراء اللي كانوا عندكم، هضروا والله والو. كل واحد يلهى بروحه وكل واحد يسوق حماره. تحيه الجزائر.